على كارم، أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية والتي نستهلها بالافتتاح الرسمي لأول مصنع مختص في تركيب الجرارات الفلاحية دوتسفير في المنطقة الصناعية بمغنية بتلمسان. المصنع الذي دخل حيز الخدمة بشراكة جزائرية إيطالية بين مجموعة خربوش وشركاء إيطاليين في مجال الصناعات الفلاحية، يقدم عروضا مختلفة للجرارات الصغيرة والمتوسطة إلى جرارات الضخمة والتي تتراوح أسعارها من 300 مليون سنتيم إلى 800 مليون سنتيم. الجرارات المجهزة بأحدث التكنولوجيات والتقنيات العالمية سيصل معدل الإنتاج سنة 2020 إلى 2000 جرار سنويا. فاطمة الزهرة جوال ومعاذ جوال رصد التالي. Montage de tracteurs en collaboration avec notre partenaire Sam Dotsfar. Ce partenariat porte sur la formation et la mise en marche de cette usine. Et on travaille déjà depuis quelques ans ensemble. On a développé ce projet ensemble et on pense que la chose la plus importante, c'est le transfert des compétences, la formation. Et ça va donner à le partenariat la possibilité de se développer et de localiser des pièces. Et on va travailler, on va transférer des compétences. محليا دائما وفي ذات السياق، تم توقيع شراكات بين معهد العلوم الفلاحية وبين مؤسسات وتعاونيات فلاحية بولاية غيليزان قصد فتح المجال أمام طلبات العلوم الفلاحية وحثهم على الالتحاق بالقطاع. حمزة زروقي ونجمة بوكرش والتفاصيل. طابع ولاية غليزان الفلاحي والإمكانيات التي تتوفر عليها لتكون واحدة من الولايات الرائدة في هذا المجال، ولأجل إيجاد حل لمشكل عزوف الشباب عن العمل الفلاحي، تسعى مؤسسات لحث خريجي المعاهد الفلاحية على ولوج القطاع لدراسة العلوم الفلاحية التي لها آفاق مستقبلية كبيرة. ولاية غليزان ولاية ذات طابع فلاحي، وهذا التخصص تاع الفلاحة مادا بين الطلبة هنا اللي راهم يدرسوا يعطوهم خبرات ويعطوهم تجارب. هذه المشاريع الفلاحية تعطيها الحامل شهادات وتساعدهم، تساندهم في أي حاجة. من الممكن أنه هذا حامل شهادة يكون عنده دور كبير في المستقبل إن شاء الله. إعطاء توضيحات لازمة لطلبة المعاهد في كيفية تكوين مؤسسات ومشاريع في القطاع، والتي ستثمر بعد توقيع شراكات بين هذه المعاهد وبين مؤسسات وتعاونيات فلاحية. إمضاء اتفاقية والتي نعمل من خلالها على تكوين الطلبة المتخصصين في التغذية الزراعية في المجال التطبيقي ومجال مذكرة نهاية. عرفنا الطلبة على أهمية المشاريع الفلاحية التي تولي لها الدولة اهتمام كبير. المبادرة بإمكانها توفير يد عاملة خبيرة في عدة مجالات فلاحية من أجل تطوير هذا القطاع الذي ترى فيه الدولة بديلا للمحروقات. إلى موضوع آخر، وغياب الرؤية الاقتصادية السليمة والتخطيط الاستراتيجي كان وراء وضع أموال الصندوق الوطني للاستثمار في مشاريع لا تخدم ورقة الصندوق، خاصة في ظل وجود ممارسات مشبوهة لبعض الشركات الأجنبية في قالب قانوني. سلاف دعماش والتفاصيل. تطوير الاستثمار من خلال دعم المشاريع المنتجة وخلق الثروة ورفع الموارد الاقتصادية هي أهم المحاور التي من المفروض أن يرتكز عليها الصندوق الوطني للاستثمار، إلا أن بعض الإحصائيات لا تخدم هذا المسعى في ظل وجود شركات أجنبية تسجل خسارة سنوية، والصندوق الوطني للاستثمار هو من يتكفل بتغطية العجز. حان الوقت لأن ندعم المشاريع ذات الربحية وتعطى هذه الأموال، المفروض أن تعطى بضمانات، وكأن الصندوق هذا يتعامل مع هذا الاستثمار بمنطق الربحية وبمنطق الاقتصادي، له ضمانات، المفروض أن يكون في دفتر الشروط ضمانات تحمي هذه الأموال والمال العام من الخسارة.
وجود ممارسات مشبوهة لشركات أجنبية في قالب قانوني هو ما يجعل أموال الصندوق الوطني للاستثمار وغيرها من الصناديق الوطنية توضع في مكان غير مناسب. لماذا نترك هذه الشركة تدخل ثم فيما بعد تدعي الإفلاس وتهرب أموالها إلى دولتها ثم يتم تعويضها بأموال الجزائريين؟ أنا أرفض رفضا قاطعا أن الأجنبي يدخل ليستثمر بأموالنا. أذكر شركة من الشركات التركية دخلت إلى الجزائر ب$5 مليون، خرجت في أشهر قليلة جدا ب$500 مليون. ويبقى غياب الرؤية الاقتصادية السليمة والتخطيط الاستراتيجي في ظل وجود ممارسات مشبوهة الحلقة المفقودة للتحكم في مثل هكذا تلاعبات. أصبح الاستثمار في الصناعة الميكانيكية يسيل لعاب كبار رجال المال والأعمال، حيث يتجه العديد من المستثمرين إلى الدخول في شراكة مع علامات كبرى. المزيد في سياق تقرير نور الدين بنجاح. يبدو أنها سنة الصناعات الميكانيكية في الجزائر، فبعد مرور سنة على دخول مصنع رونو حيز الخدمة وإنهاء المفاوضات بخصوص بيجو، يتحرك مجمع إيفال لإطلاق مصنع بشراكة إيطالية، حيث ينتظر أن تعرض أول شاحنة جزائرية صنع من هذه العلامة نهاية السنة القادمة. في الوقت الحالي احنا في حد الدراسة الأخيرة معنا للانطلاق عملية تشييد المصنع. المصنع بتاعنا في بويرة، مش نبدأ باللاجام ديلي بالضبط. Exactement, le modèle, le 35C15 en version châssis cabine. مجمع مازوز هو الآخر لم يرد أن يلعب دور متفرج أمام إقبال كبار رجال المال والأعمال على الاستثمار في مجال الصناعات الميكانيكية، حيث أكد أنه في مفاوضات جد متقدمة مع إحدى كبريات علامات السيارات والذي سيعلن عن اسمها في الأشهر القليلة القادمة. عن قريب إن شاء الله، من الجونفي فيفري بربي إن شاء الله تكون ريسبسيون كيما هذه أيضا avec un grand constructeur de véhicules touristiques. On est en négociation très avancée. بربي ان شاء الله جانفي فيفري ماكسيموم. لو تيران قطاع صناعة السيارات أسال لعاب الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال لما يدره عليهم من فوائد مالية ضخمة. فهل سيستفيد منها الاقتصاد الوطني أم أن الجزائر ستتحول إلى مجرد ورشة تركيب لا غير؟